السلام عليكم، معاكم اخوكم سامي فرج من قناة سامي اف. وايد اسئلة جتني على القناة عن ان في ناس تسأل كيف نتحكم في التيمبو، يعني نبغي نسوي ايقاع يتكون من 4 فاريشن لكن كل فاريشن التيمبو يختلف ماله. انا اقول لكم ما في، دورت وحاولت بكل الطرق ما تقدر. انتوا تسمعون يمكن هذيل اللي سمعوا ايقاعات بعض الايقاعات العربيه، تي مثلا الفيرشن اي يكون بطيء ولما تروح على السي او الفيرشن دي يكون سريع. انت تسمع سريع بس ان السرعه مثل ما هي، بس هو لما تسجل الايقاع من البدايه تسجيله كان سريع. انا بعطيك دليل، الحين هذا الايقاع اسمه شو؟ بلدي ميكس، هذا بتلقونه في الاي 3000 وموجود في الاي 5000. شوف معاي الفيرشن رقم اي جاي، اسمع كيف سلو سلو، اسمع لما تنتقل الى فيرشن دي اسمع كيف. شوف انت تسمع انه سريع بس هو مو بسريع، والدليل عليك شوف هذا الفيرشن الاي، لاحظ معي كم السرعة 94. انتقل على الدي انت تسمع سريع بس هي السرعة كم؟ شوف كم سرعة الدي 94، نفس الشيء بس انت تسمع في اذنك انه سريع بس هو مو بسريع. الشركة لما سجلت هذا الايقاع او انت لما تسجل الايقاع تحطه على سرعة معينة، حتى في تسجيل الريكورد الايقاع ما تقدر تغير السرعة ما بين الفاريشن. انا حاولت ما في. اذا انت حطيت كمثال فيرشن اي 120، لما تروح تسجل في فيرشن بي وتحط مثلا 200 يتحول الاي دايركت، يتحول بعد 200 ما تقدر. فهاي المعلومة حبيت اقول ان في ناس هو الايقاع مسجل شي اسمع في الدي سريع، تسمع سريع بس هو كم 94. ترجع على الفيرشن اي في نفس الايقاع هو بعد كم السرعة 94. هاي المشكلة انا بحل لك اياها، ما في الا غير طريقة واحدة تحل عن طريق الريجستريشن ميموري، وكلكم تعرفون شو الريجستريشن ميموري. لما تعمل فريز تعمل فريز يكون ايقاع واحد مع اصوات مختلفه، بدون الفريز اصوات مختلفه مع ايقاعات مختلفه. انا الحين راح اجي عند الايقاع اللي هو البلدي ميكس، باخذ اللي هو الفيرشن اي سلو، تاخذه تروح تسوي ميموري في رقم واحد، سيفته هني بسرعة كم 94. زين باخذ الحين ايقاع ثاني، باخذ مثلا البلدي مورجان، كم سرعته هذا؟ سرعته 133. بحطه في وين؟ بحطه في فيرشن، بحطه في ريجستريشن رقم 2 بسيفه. بروح بعد عندي ايقاع مثلا غير، بعد باخذ ايقاع مثلا البياني هذا كم سرعته مثلا 88، بروح بعد السيفه ميموري في ريجستريشن رقم 3. بالطريقه هاي انت تقدر تسجل 8 ايقاعات بسرعات مختلفه وباصوات مختلفه. نشوف الحين معانا هذا الاولي، شوف هذا ريجستريشن رقم 1، شوف هاي ايقاع، ننتقل على الريجستريشن السريع 2، رقم 3، وتروم تعمل بعد فاصل وانت تنتقل عشان ترد هني، تعمل فاصل في نفس الايقاع مثلا بهاي الطريقة. عندك انك انت تخزن 8 ايقاعات وتنتقل من سرعة الى سرعة في الريجستريشن ميموري. اما انك انت تقدر تسجل فاريشن اي وبي وسي ودي بسرعات مختلفة، ما في طريقة للحين. انا حاولت بكل الطرق ما في، ودورت في الانترنت ما في. هاي الطريقة الوحيدة اللي انا قلت لك اياها، تقدر تسجل 8 ايقاعات بسرعات مختلفة. اللي يحب مثلا ينتقل من الوحدة الصغيرة مثلا وينتقل بعدين سريع وعقب يرد مرة ثانية،
بهاي الطريقة أنا أعطيتك هاي الطريقة الوحيدة، وإلى اللقاء مع معلومة جديدة إن شاء الله.